السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الأخبار السعودية لهذا المساء، والبداية بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الصيني ويوجه بتقديم مساعدات عاجلة. قوات التحالف تعلن انفجار قارب صيد واستشهاد 3 صيادين في البحر الأحمر. وزارة الصحة تعلن خلو المملكة من فيروس كورونا وتكشف تفاصيل حالة الشقيقتين الهنديتين. أهلا بكم. أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود اتصالا هاتفيا أمس بفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال عن مشاركة فخامته والشعب الصيني الصديق مشاعر الألم نتيجة تفشي فيروس كورونا، معربا عن تعازيه لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مشيرا حفظه الله إلى ثقة المملكة في قدرة الحكومة الصينية في التعامل مع آثار هذا الفيروس. كما أشار حفظه الله إلى أنه وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشكل عاجل بتقديم مساعدات للصين بما يسهم في تجاوز آثار فيروس كورونا. ومن جهته أكد فخامة الرئيس الصيني أن لدى بلاده الخبرة الكافية للتعامل مع هذا الوباء ومعالجة آثاره، معبرا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه ودعمه القوي لمكافحة هذا الفيروس، الأمر الذي يجسد عمق العلاقات بين البلدين الصديقين. وصل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ابن بندر ابن عبد العزيز أمير منطقة الرياض إلى مطار الدوادمي في بداية الزيارة التفقدية لمحافظتي عفيف والدوادمي، وذلك ضمن برنامج زيارات سموه لمحافظات المنطقة. والتقى الأمير فيصل ابن بندر فور وصوله رؤساء المراكز ومسؤولي القطاعات الأمنية بالمحافظة ومديرية الدوائر الحكومية والأهالي الذين رحبوا بزيارة سموه الميمونة. بعد ذلك رأس أمير الرياض اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بالمحافظة، وجرى مناقشة جدول الأعمال المعد مسبقا الذي تضمن احتياجات المحافظة بالأولوية وأكثر العوائق التي تواجهها، واستمع سموه من أعضاء المجالس المرئيات والحلول وتطلعاتهم عن المحافظة واتخذت بشأنها التوصيات اللازمة. كما دشن سموه عددا من المشروعات التنموية وشملت مستشفى طب الأسنان، كما قام بتدشين قسم مرور بمركز الحوميات. من جانب آخر، زار الأمير فيصل ابن بندر مستشفى عفيف العام، وذلك أثناء جولته التفقدية التي قام بها بالمحافظة ضمن برنامج زيارات سموه لمحافظات المنطقة، واطلع سموه على الخدمات الطبية المقدمة والتقى بالمراجعين والمرضى واستمع إلى احتياجاتهم وانطباعاتهم عن الرعاية والعلاج الطبي. زيارة إن شاء الله موفقة، وأهم ما فيها لقاء الأخوان المواطنين والاستماع إليهم، وكانوا الحقيقة متفاعلين بشكل كبير جدا في خدمة المحافظة، وهذا اللي نرجوه دائما من كل مواطن في محافظته وفي مركزه. وأنا وزملائي اللي رافقوني من الإدارات الحكومية ما أتينا إلا للخدمة وتقديم إن شاء الله ما نستطيع تقديمه. طبعا هناك أمور كثيرة بحثت في الاجتماع لا تقل عن 11 بند أعمال في جدول الأعمال الموجود، وكلها غطي بحثها بشكل كبير، وإن شاء الله نوفق في تنفيذها على أرض الواقع. هناك بلا شك مشاريع متأخرة، هناك مشاريع متعثرة، هناك مشاريع تحتاج اعتماد، فكلها إن شاء الله ستأخذ طريقها في هذا المجال بإذن الله.
وسنسعى إلى تذليل الصعوبات نحوها مع الزملاء في الإدارات الحكومية. أرجو أن نوفق إن شاء الله في خدمة عفيف وأبنائها لما فيه الخير. هذه محافظة عزيزة ومن منطلقات الملك عبد العزيز، انطلق منها والله الحمد إلى أصقاع المملكة، وله منا جميعا الدعاء من رب العالمين أن يغفر له ويرحمه ويجزيه خير على ما قدم. من ناحية ثانية، قام أمير منطقة الرياض بزيارة تفقدية إلى محافظة الدوادمي ضمن برنامج زيارات سموه لمحافظات المنطقة، والتقى الأمير فيصل بن بندر فور وصوله أصحاب الفضيلة القضاة ورؤساء المحاكم ورؤساء المراكز بالمحافظة ومسؤولي القطاعات الأمنية بالمحافظة ومديرية الدوائر الحكومية الذين رحبوا بزيارة سموه الميمونة، وسلم سموه عددا من الأسر المستفيدة من مشروع الإسكان التنموي مفاتيح الوحدات السكنية. بعد ذلك انتقل سموه إلى قاعة البلدية للاحتفالات ورأس اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بالمحافظة، وجرى مناقشة جدول الأعمال المعد مسبقا الذي تضمن احتياجات المحافظة التنموية وأكثر العوائق التي تواجهها، واستمع سموه من أعضاء المجالس المرئيات والحلول وتطلعاتهم عن المحافظة، واتخذت بشأنها التوصيات اللازمة. الدوادمي حظيت بأشياء كثيرة ومواطنيها يستاهلون وهي تستاهل كمحافظة ما قدم لها وما أنشئ وما دعم، وإن شاء الله أنهم يستفيدون منها في مستقبل حياتهم. بعض النواقص هنا يجب أن نكملها. أنا لا أتحدث عن أرقام ميزانية أو اعتمادات أو مشاريع مكلفة، أنا أقول أوجدنا كثير وباقي علينا الكثير، لن نقنع ولن نقتنع بما نحن فيه. دائما سيد الملك يدفعنا إلى الأمام بأن نطالب، خذ وطالب، سوف نأخذ وسنطالب لتكون المحافظة على مستوى عالي، وهذا هو السياسة التي سنسير عليها. وكذلك سمو ولي العهد أيضا يؤدي هذا الدور كاملا معنا، لأنه لنقوم بواجبنا تجاه هذه المحافظة والوطن ككل. هذا وافتتح أمير منطقة الرياض كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي ضمن برنامج زيارات سموه لمحافظات المنطقة، وقام الأمير فيصل بن بندر بجولة على المبنى، ثم توجه سموه إلى قاعة الاحتفالات بالكلية لحضور الحفل المقام لتدشين المبنى، واستمع سموه لإيجاز عن مشروع الكلية التي تستوعب 1000 طالب، وجرى تجهيزها بجميع المواد التعليمية لاستيعاب طلاب العلوم الطبية والصيدلة والطب. بعد ذلك قدم عرض مرئي، ثم تفضل أمير المنطقة بتدشين مبنى الكلية، وبارك سموه لطلاب الكلية على هذا الصرح التعليمي متمنيا التوفيق لأبنائه الطلاب. هذا صرح علمي أوجد في هذه الأرض المباركة ليؤدي عملا مباركا، وإن شاء الله قائمين عليه معالي الدكتور وسمو الأمير وكيل الجامعة، هم من يشد بهم العضد ليقووا هذا الفرع ليصبح على مستوى عالي جدا ننشده جميعا. لك في عمادة الكلية شكر وتقدير، ولمعالي المدير ولسمو وكيل الجامعة الشكر والتقدير على أعمالكم، ونرفع باسمكم جميعا وباسم الأبناء وهيئة التدريس الشكر لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهد الأمين، ونرجو لهذا الوطن وأبنائه الرفعة والسمو دائما في كل المجالات. نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، شرف صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة احتفال جمعية الوداد لرعاية الأيتام بمرور 10 سنوات على تأسيسها بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبد المجيد وعدد من المسؤولين ومجموعة من الأسر المحتضنة، وذلك بفندق هيلتون جدة. وشاهد سموه الحضور عرضا وثائقيا عن مسيرة الجمعية وما تحقق من نتائج إيجابية، كان هدفها الأول الطفل على مدى 10 أعوام، تبعه أوبريت بعنوان رحلة يتيم. وخلال الحفل سلم الأمير مشعل بن ماجد طفلا لإحدى الأسر المحتضنة.
رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي ابن طلال ابن عبد العزيز أمير منطقة عسير ختام ورش عمل المراكز الشبابية التي نظمتها أمانة منطقة عسير مؤخرا، وذلك في قصر الروافد بمركز طبب. ويشارك في ورش العمل بمراكز الشباب في منطقة عسير أكثر من 41 ألف مشارك ومشاركة من جميع فئات المجتمع في المنطقة، وتنوعت مشاركاتهم ما بين طرح التصاميم والأفكار والمقترحات لتلبي ما يلائم احتياجاتهم وبما ينسجم مع خصوصية المنطقة من خلال ورش العمل التي أقيمت والمشاركة في الاستبيانات وغيرها من حلقات العمل المختلفة. عقب ذلك بدأت ورشة العمل حيث ناقش المشاركون خلالها الخدمات التي سيقدمها المركز. زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ابن خالد ابن سلطان ابن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية متحف المواطن صياح الشمري المقام داخل منزله في محافظة رفحاء، وتجول سموه داخل المتحف واستمع إلى شرح موسع عن ما يحتويه المتحف من مقتنيات أثرية وتراثية حضارية وتاريخية وبعض قطع الأسلحة الأثرية القديمة والخناجر القديمة والسيوف. وأشاد سموه بالمتحف وبجهد صاحبه في حفظ التراث والاهتمام به وجمع هذه القطع التراثية النادرة التي تحمل قيمة تاريخية مهمة بما يعكس الجوانب الحضارية والثقافية التي عاشتها المنطقة. نشرتنا مستمرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم مجددا. استقبل فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقصر المرادية الرئاسي أمس صاحب السمو الأمير فيصل ابن فرحان ابن عبد الله وزير الخارجية، ونقل سمو تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود والسمو ولي العهد لفخامته ولحكومته وشعب الجزائر الشقيق، فيما حمله فخامته تحياتي وتقديري لخادم الحرمين الشريفين وحكومته وشعب المملكة. واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية. وعقب اللقاء أعلن سمو وزير الخارجية أنه سلم دعوة من خادم الحرمين الشريفين لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون لزيارة المملكة، ووصف سمو العلاقات بين البلدين بالعريقة والراسخة. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أنه عند الساعة الثانية من فجر يوم الأربعاء الموافق الخامس من فبراير 2020 نفذت قوات التحالف البحرية عملية استجابة لبلاغ عن غرق أحد قوارب الصيد بالمياه الدولية بالبحر الأحمر نتيجة انفجار لغم بحري. وأوضح العقيد المالكي أن قارب الصيد كان على متن 6 صيادين من الجنسية المصرية، تم إنقاذ 3 منهم واستشهاد 3 آخرين رحمهم الله نتيجة انفجار اللغم البحري. وبين العقيد المالكي أن استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في نشر وزراعة الألغام البحرية يمثل تهديدا حقيقيا لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، مؤكدا استمرار جهود التحالف في تحييد التهديدات البحرية وخطر الألغام البحرية. وبلغ مجموع ما تم اكتشافه وتدميره من الألغام 137 لغما بحريا قامت الميليشيا الحوثية بزراعتها ونشرها عشوائيا بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. أعلنت وزارة الصحة عن عزل شقيقتين من الجنسية الهندية احترازيا بعد وصولهما إلى المملكة قادمتين من الصين في 3 فبراير الحالي. وأوضحت الوزارة أن الشقيقتين
قدمتا إلى المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وكانتا قد غادرتا الصين في تاريخ 12 يناير إلى الهند، ومكثتا هناك ما يقارب 21 يوما، وهي أكثر من فترة حضانة الفيروس، ولا توجد عليهما أي علامات مرضية. ولعمل الاحتياطات اللازمة، أكدت الوزارة أن فريق العزل الوبائي أخذ عينات للفحص المخبري من الشقيقتين، وطمأنت وزارة الصحة الجميع بأن الحالات لا تستدعي القلق، حيث انتهت فترة الحضانة للفيروس قبل دخولهما للمملكة، وليس هناك أي علامات مرضية، ورغم ذلك فقد عملت الاحتياطات اللازمة. ما حدث أنه كان هناك تداول في وسائل الإعلام الهندية عن وجود حالتين كانت تحت الحجر الاحترازي في الهند، وأنهما خرجتا من الحجر دون تنسيق وسافرتا إلى المملكة العربية السعودية. طبعا تم التواصل مباشرة مع وزارة الخارجية المملكة العربية السعودية، وتواصلوا مع القنصلية السعودية في المدينة التي كانت فيها هذا الخبر، وتم التوصل إلى أسماء المسافرين، وتبين أنهم طالبتين وليسوا من الذكور، إنما طالبتين من الهند من الجنسية الهندية يدرسان في الصين، وأهلهم من مقيمين في المملكة العربية السعودية في المنطقة الشرقية. أثناء عودتهم عبر الهند تعرفت عليهم السلطات الهندية وتم وضعهم في الحجر الاحترازي. طبعا انتهت فترة الحضانة، لأن فترة الحضانة المتعارف عليها دوليا هي أسبوعين، ولكن يبدو أنه تم التمديد لسبب غير معروف. خرجتا من الهند ويبدو أنه لم يكن هناك تنسيق مع السلطات الصحية في المدينة، لذلك خرج هذا الخبر إلى وسائل الإعلام. عند وصولهم للمملكة طبعا بعد وصول المعلومات تم توجيه فرق الصحة العامة في المنطقة الشرقية وشخصوا إلى منزلهم، هم بصحة جيدة ولم تظهر عليهم أعراض لا الآن ولا خلال فترة العزل في الهند، لاتخاذ مزيد من الاحتياطات الوقائية تم تمديد العزل وتم أخذ عينات منهم، وإن شاء الله سيتم إعادة تقييم الوضع لهاتين الحالتين خلال 24 ساعة، وغالبا لن نحتاج إلى تمديد الإجراءات لأنه انتهت فترة الحضانة، وأيضا لدينا الفحص المخبري الذي يؤكد عدم وجود إصابة. أحبطت جمارك ميناء جدة الإسلامي محاولة تهريب أكثر من 6 ملايين حبة كبتاجون كانت مخبأة داخل إرسالية بطاطس وضبطت مستقبليها. وأوضحت الجمارك في بيان لها أن عملية الضبط جاءت بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، مشيرة إلى أنها ضبطت 6 أشخاص من مستقبلي الشحنة المخدرة، وبينت أنه تمت إحالة المتهمين وتسليم المواد المخدرة التي تم ضبطها إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية. وقعت وزارة النقل عقدا مع شركة فيرجن هايبرلوب، الشركة الرائدة عالميا في مجال تطوير تكنولوجيا هايبرلوب، وبموجب الاتفاقية ستجري الشركة دراسة أولية حول استخدام تكنولوجيا هايبرلوب في مجال نقل الركاب والبضائع في المملكة، إضافة إلى إجرائها بحوثا مشتركة في علوم وتقنيات الهايبرلوب وتبادل الزيارات الفنية للمسؤولين والمختصين في مجال النقل. وتتجاوز سرعة مركبة هايبرلوب 1000 كيلومتر في الساعة، ليصبح الانتقال من الرياض إلى جدة في غضون 46 دقيقة، وبين الرياض والجدية خلال 5 دقائق، وجدة ونيوم في غضون 40 دقيقة، ومن الرياض إلى أبوظبي 48 دقيقة فقط. كشفت دراسة حديثة عن إمكانية إجراء اختبارات من شأنها اكتشاف مرض السرطان في وقت أبكر بكثير، حيث وجد العلماء أن علامات السرطان قد تظهر أحيانا قبل سنوات بل عقود من لحظة ظهور وتشخيص المرض. نشاهد. دراسة بريطانية جديدة تفتح باب الأمل في رفع احتمالات تفادي الإصابة بالسرطان وعلاجه. الدراسة التي بحثت 47 مليون تغيير وراثي
في أكثر من 2500 عينة للأورام و38 نوعاً من أنواع السرطان. اختصت بمجال الطفرات الجينية التي تحول الخلايا السليمة إلى ورم خبيث، حيث أشارت إلى أنه بات بالإمكان توقع الإصابة بالسرطان قبل حدوثه بسنوات. فالنتائج أظهرت أن بعض التغييرات الجينية تحدث قبل سنوات عديدة من التشخيص، أي قبل فترة طويلة من ظهور أي علامات على احتمال الإصابة بالمرض حتى في الأنسجة الطبيعية الظاهرة. ويحدث السرطان عندما تدخل الطفرات في خلايا سليمة أثناء نموها وانقسامها، في حين أن معظمها لا يغير خلايا بشكل كبير، فإن بعضها ضار ويرتبط بنمو الأورام. وتستمر طفرات الحمض النووي بالتراكم في الخلايا السرطانية، وبالتالي يمكن أن يتكون الورم في نهاية المطاف من خلايا بها العديد من الطفرات الجينية المختلفة. الباحثون أكدوا على وجوب تطوير اختبارات تشخيصية جديدة تلتقط علامات الإصابة بالسرطان في وقت مبكر، ما يساهم في رفع نسبة الوقاية والعلاج. كما أشارت الدراسة إلى أن حوالي نصف الطفرات المبكرة حدثت في 9 جينات فقط، ما يعني أن هناك مجموعة صغيرة نسبياً من الجينات الشائعة تعمل كمحفزات للخلايا السرطانية. وبالتالي فإن التقاط مثل هذه الطفرات باستخدام ما يسمى بالخزعات السائلة قد يحول دون الإصابة بالسرطان. دعت الأحوال المدنية للمواطنين إلى توخي اختيار أسماء نظامية بعيدة عن الألقاب أو العبارات أو الأسماء المركبة أو المخالفة للشرع ليتم تسجيلها في السجلات. وأوضحت الأحوال أنه لا توجد قائمة اختيار أسماء محددة، وإنما هناك معايير لاختيار الأسماء، مشيرة إلى أنه يجب أن يسجل الاسم مجردا من الألقاب، إذ لا تسجل الأسماء التي ليست جزءا من الاسم، كما لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم ولا الأسماء المركبة أو المخالفة. نشرتنا مستمرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم مجددا. سجلت وزارة البيئة والمياه والزراعة بؤرة إصابة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة H5N8 في مشروع دواجن بياض في محافظة حريملا في منطقة الرياض، وتمكنت فرق الطوارئ الميدانية التابعة للوزارة بالتخلص الصحي من 35 ألف طائر مخالط للطيور المصابة. ويصيب هذا النوع من الإنفلونزا الطيور فقط ولا ينتقل إلى الإنسان، حيث لا يشكل أي خطر على الصحة العامة. وجددت الوزارة دعوتها جميع مشاريع الدواجن في المملكة إلى تعزيز جميع إجراءات الأمن الحيوي في المشاريع وتطبيق الإجراءات الوقائية عند التعامل مع الطيور وعدم إدخال طيور جديدة خلال الفترة الحالية. أعلنت هيئة التخصصات الصحية نتائج اجتياز ما يزيد عن 22 ألف متقدم من خريجي الجامعات والكليات في اختبار الرخصة السعودية لمزاولة المهنة في تخصصات طب الأسنان والصيدلة والتمريض، حيث بلغت نسبة الاجتياز الإجمالي في طب الأسنان 81% من إجمالي 6781 خريجا متقدما، ونسبة 84% ضمن 5973 متقدما في مجال الصيدلة، في حين بلغت نسبة الاجتياز في مجال التمريض 83%. تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ناقشت مجموعة عمل التوظيف خلال اجتماعها الأول قضية توظيف الشباب وصياغة السياسات المستندة على الأدلة والبراهين. وتستهدف هذه الجهود خفض معدلات الشباب المعرضين لخطر الابتعاد عن سوق العمل بمقدار 15% بحلول عام 2025 وفق ما اتفق عليه الدول الأعضاء بمجموعة العشرين،
كما استهدف الاجتماع مواصلة الجهود بشأن التحديات العالمية التي تواجه التوظيف، ومن المقرر أن تركز مجموعة عمل التوظيف خلال عام 2020 على ثلاث أولويات رئيسة، هي تهيئة أفضل للشباب لسوق العمل، ومواكبة الحماية الاجتماعية لأنماط العمل المتغيرة، واستخدام العلوم السلوكية في سياسات سوق العمل. وقعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في التمويل العقاري اتفاقية تعاون مشترك لتقديم الحلول التمويلية المختلفة، وستقدم الشركة بموجب الاتفاقية حلولا ملائمة للأفراد والشركات الراغبين في شراء وحدات سكنية جاهزة بالمدينة من مستحقي دعم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، وتشهد المدينة إقبالا واسعا من مختلف الزوار والمستثمرين نظرا لما تملكه من إمكانات وبنية تحتية متقدمة ومرافق ترفيهية واجتماعية ورياضية عالمية المعايير، والتي تسهم في تحقيق جودة حياة مكتملة الخدمات. أكد الأستاذ بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية عدم قبول الوزارة بوجود المنتجات الرديئة في سوق المملكة والتي تخل بالمنافسة مع الشركات الوطنية، وأعلنت الوزارة عن تشكيلها فريقا مشتركا مع عدة جهات حكومية وخاصة لتصحيح وضع هذه المنتجات وإيجاد الحلول. وأكدت الوزارة على حرص كافة القطاعات الحكومية على دعم وتمكين الشركات الوطنية، مشيرة إلى أن تطبيق الحلول بشكل سريع سيسهم في ضخ الشركات الوطنية استثمارات جديدة داخل المملكة وخارجها. أكدت شركة المدفوعات السعودية المملوكة بالكامل لمؤسسة النقد العربي السعودي ساما نجاح المملكة في تعزيز حضورها في قطاع التجارة الإلكترونية المدعوم بمنظومة مدى، حيث امتازت مدى بتقديم خدمات آمنة وسريعة وبتكلفة منخفضة. كما ناقشت المدفوعات السعودية أهم المستجدات والتطورات في قطاع التجارة الإلكترونية وفرص تعزيز نموها في السوق المحلية، إضافة إلى تسليط الضوء على أهم الفرص التي تمنحها المملكة لتعزيز الاستثمارات في هذا الجانب. ووفقا لإحصاءات 2019 شهدت عمليات مدى عبر التجارة الإلكترونية تطورا ملحوظا، حيث أجري أكثر من 38 مليون عملية تجاوزت قيمتها 10 مليارات ريال سعودي عبر أكثر من 6 ملايين بطاقة مدى. ألغت الهيئة السعودية للمهندسين بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار اشتراط ضرورة توفير تراخيص المكاتب الهندسية الفردية أثناء إصدار أو تجديد تراخيص المزاولة الخاصة بالشركات المهنية الهندسية. وأعلنت الهيئة أنه بات بالإمكان الاكتفاء بشهادات الاعتماد المهني الخاصة بالمزاولين الأفراد، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالشركات المهنية الهندسية. تأتي هذه الخطوة لتعالج العديد من الإشكالات التي كانت تعانيها الشركات المهنية الهندسية أثناء إصدار وتجديد تراخيصها، مما سيساهم في دخول شركات مهنية هندسية جديدة. إلى الأخبار الرياضية، حيث تختتم اليوم منافسات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاث مواجهات، حيث تغلب فريق الوحدة على مضيفه أبها بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها. وعلى ملعب نادي الحزم يستضيف نظيره الفيحاء في لقاء لن يكون سهلا على الطرفين، حيث يطمح الحزم إلى كسب النقاط الثلاث والابتعاد عن المراكز المتأخرة. وفي المجمع يستقبل الفيصلي فريق الشباب على ملعبه على ملعب مدينة المجمع الرياضي، ويسعى الفريقان للفوز وخطف المركز الخامس. تستمر المنافسات والتحدي والمغامرة في رالي حائل نيسان 2020 في النسخة 15 بين المتسابقين، حيث يعتبر أول جولة من جولات الراليات السعودية. التفاصيل في سياق التقرير التالي. 15 عاما تم من خلالها تنظيم أكبر حدث رياضي على مستوى المملكة لرياضة السيارات والدراجات النارية،
هو رالي حائل نيسان الدولي 2020، حيث يشارك فيه 121 متسابقا من داخل المملكة وخارجها. رالي حائل اسم كبير في عالم الراليات، اسم له سمعته الخاصة عند جميع السائقين. هو مهد رياضة الشرف في المملكة العربية السعودية، أول رالي صحراوي يقيم في المملكة العربية السعودية، له سمعته، له منافسته، له رونق الخاص، ولذلك نشاهد عدد السائقين المشاركين في رالي حائل يجتاز 120 متسابق. ويخوض المتسابقون مراحل سباق رالي حائل وسط صحراء النفود الكبير بالمنطقة في تحدي كبير يتخللها مراحل تتميز بتنوع وتعدد التضاريس ما بين جبال وسهول وأودية ورمال، وهو أول جولة من جولات الراليات السعودية. المرحلة اليوم صراحة كانت من أطول المراحل في رالي حائل 350 كيلو، مرحلة جدا صعبة، تضاريس مختلفة جدا، سقنا 100 كيلو نفود، سقنا 100 كيلو كلها قصوص صعبة جدا، بعدين سقنا آخر 150 كيلو كلها كانت سريعة وخطرة على رادميات. وسيعود رالي حائل الدولي للرزنامة الدولية للراليات العالمية اعتبارا من العام القادم كجولة عالمية حسب ما بينه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. لأخبار السعودية، عبد العزيز غرير، حائل. إلى أخبار الطقس، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على معظم المناطق، حيث توقع تأثير كتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة تصحب برياح نشطة السرعة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة خلال النهار على معظم المناطق. وأشار التقرير إلى انخفاض درجة الحرارة على معظم مناطق السعودية على أن تصل الصغرى إلى الصفر المئوي على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل، وتصل إلى ما دون الصفر من مساء الأحد، وتمتد لتؤثر في منطقة القصيم والأجواء الشمالية بل والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض والشرقية والمدينة المنورة اعتبارا من مساء الاثنين المقبل. وللمزيد مشاهدينا الكرام، يسرنا أن يكون معنا من جدة المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الأستاذ حسين القحطاني. مساء الخير أستاذ حسين، وما هي آخر المستجدات حول الكتلة الباردة المنتظرة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. استمرار تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالإشارة إلى تأثر مناطق المملكة بموجة باردة تساهم في انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس، خاصة كلما اتجهنا شمالا المناطق الحدود الشمالية، الشمالية الشرقية، منطقة حائل، منطقة الرياض، القصيم، المناطق الجنوبية الداخلية تشمل نجران، شرورة، المناطق المحيطة بها، تبقى المناطق أيضا الساحلية لمنطقة مكة المكرمة، المرتفعات الجبلية تشهد تكون ل السحب الركامية الممطرة بمشيئة الله امتدادا حتى مرتفعات جازان، لكن السمة السائدة هي الانخفاض الملموس في درجات الحرارة والذي سيستمر معنا بمشيئة الله حتى الاثنين المقبل. نعم أستاذ حسين، كم المدة التي ستستمر فيها الحالة الجوية، وما هي أكثر المناطق التي ستتعرض للبرودة؟ نعم، يعني أكثر المناطق أثرا هي المناطق الشمالية، بما أن الموجة قادمة من الشمال، فالحدود الشمالية، طريف، القريات، عرعر، منطقة تبوك بشكل عام، منطقة حائل، المنطقة الشرقية، حفر الباطن، الوسطى، أيضا القصيم، والمناطق الجنوبية الداخلية هي أكثر المناطق تأثرا بهذه الموجة، والموجة قد تنحصر معنا إن شاء الله يوم الاثنين المقبل. وهل نتوقع في قادم الأيام هطول أمطار؟
نعم هناك فرصة لهطول الأمطار ما زالت مستمرة على المرتفعات الجبلية، وقد تشهد المناطق الشمالية أيضا فرصة لهطول أمطار متفرقة. نعم، إذن المتحدث باسم هيئة الأرصاد الأستاذ حسين القحطاني، شكرا جزيلا لك. إذن نشرتنا انتهت مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الصيني ويوجه بتقديم مساعدات عاجلة. قوات التحالف تعلن انفجار قارب صيد واستشهاد 3 صيادين في البحر الأحمر. وزارة الصحة تعلن خلو المملكة من فيروس كورونا وتكشف تفاصيل حالة الشقيقتين الهنديتين. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، في أمان الله.